ابو هناء احلى مسا من عم راشد. ايش يا ابو هناء؟ يا ابي تولي افتون. هاي انا جاي عشان ارقص معاك. وانا لما احب ارقص ارقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشي، انا قلت لك عايزه فرح اتضايق عشان ما اشوفش الاشكال دي. انا طالعه. انت يا بيت بيتي عسليه. انت يا بنت انا بكلمك ردي عليا. انت بنت خلاص يا فتون انا بتلك. خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ أيوة. هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه الحاجه الساقعه موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورقه سي؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح، انا لازم امشي. كريم ما انا بقى. يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي؟ عشان هما بيقولوا لها عسليه. طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك، حرام عليكي. ايه ده؟ فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. اضحكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله، ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي، فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش، وزي ما قلت لك بالظبط، انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها، فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وهو بالمره نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يا اختي. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلي عسلي. تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، وأنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما تمنيت من ربنا حاجه قد ما تمنيتك. انا من النهارده مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. طلباتك اوامر تتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمه. ساعتها نسيت معنى الدفن، نسيت معنى الحنية، نسيت ان انا بني ادم اصلا. انا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش. عارفة أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، ومفتاحينها وبعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي يلا يلا. بقولك ايه؟ ما تنفضلها. لا ما صحش اسيبها واقفة على الباب كده. نفضلها ما تقف شوية، لازم افتحها. ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اللي يشوفك امبارح وانتي خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانتي منوره وزي القمر. بنت انتي كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انتي شايفه جمالها؟ ده احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انتي وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انتي مش هتضيفينا ولا هي بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم. احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. انت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟
معكش سجارة صباحها كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سجارة ايه؟ انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سجارة تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده. خد يا اختي السجارة اتفضل. ايوه كده رجالة ما تجيش الا بالسك. وانت سيب مين يفهم فيهم. اه بس بقولك ايه ده اخرنا خلاص مفيش منه تاني. انا هبطل. طب يا مبطل بقى انا عايزة فلوس. اصلي قاعدة عند غنوة يومين فمحتاجة فلوس. الله طب ما ترجعي تقعدي في بيت. يا سيدي سيبها تقعد تغير جو يومين واهو برضه تاخد راحتك انت والبيت. الله مش انت الدكر بتاعنا ما تدفع. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. اسمعي لي يا ست البنات. خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه. نعم 500 جنيه في يومين. هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه؟ انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز بس دي يعني استباحت الصباحية بس. انا عارفة انك ممكن تغوي ابليس يا فتون بس من هنا ورايح مالكيش دعوة براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعة؟ نستأذن احنا يلا يا فتون اتأخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين اصب لكم الشاي؟ لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد مبروك يا عسليه. الله يبارك فيكم شرفتوا ونورتوا. مع السلامه يا اختي. مبروك يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامه. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد بكره سجاره وبعد كده نرجع لقديم واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح انت عندك حق احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول وبعدين خلاص. ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي حقك علي عشان خاطر حته صغيره حته صغنطوط حته صغنطوط. تليفون شو تليفون؟ الو ماي دارلينج ام سو هابي فور يو. مبروك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه اي ثينك الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. تبي تركب كافيه توريه اللي بتقوليه. Enjoy yourself, huh? انبسطي. على فكرة جايبة لك حتة كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. مع السلامة مع السلامة. إيه ده؟ إيه في إيه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سو باي ذا واي اسمها عسليه. يس اي نو اسمها عسليه. شفت البطاقه بتاعتها؟ انا اللي مشغلاها وانا بقى سميتها سالي. البت دي شي هاز ا فيري فيري سترونج سبيريت. شي ان اكستروفرت ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكره لمحه جدا. شي از فيري فيري سمارت. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة بس لو ركزت معاها شاطرة جدا هايلة. يا بابا
احنا ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانيه واحده، كنت فين؟ كنت فرحة عسلية أو سالي دي. أنا عارف إن أنت بتحبيها قوي وكنت لازم أروح وأساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سون أنت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص. حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And Sheba is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سو. وأنا في ناس مستنيني بصراحة. And I have to leave. Go. Go. Okay. Love you. واحلى قهوة معاك يا عم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحة، امشي. شيش عم راشد؟ ايه. خير يا باشا. بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ وجاي لك في كلمتين ورد غطاهم. ومين؟ ريحتك فاح، ومحاول نبيع سألنا عليك. انت بتشتغل في الحلوة دي من امتى؟ تسلم ايدك، شكرا. شكرا. حلوة يا باشا، والله ما بشتغل في البودرة ما انت عارف. لا، أنا مش عارف. سيادة المعاون هو اللي عارف كل حاجة. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك ونموت فرحك اللي انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك، واللي جاي ما فيهوش زعل. كده انا عداني العيب. وازح يا باشا، وازح. عالحلوه والمره مش كنا متوعدين. ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ يا حلو كده ما ياكلش ده، احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادي ده محمد، ايه تعال اسندني. ايه ده بجد وحش؟ محدش قال لي. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجح فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ عندهاش عليا شهر. طب ما مصلحه، خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفك بيتعب وبيطول الوقت. اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنة؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومة مش هتسيب لي ال 11 يوم، بس دول يعدوا هوا. أنا يمكن ما الحقش أتغدى معاك بكرة. اضحك يا جدع وما تفكرش، أوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق مخنوق. وأنت يا ابن الناس مش ناقص خنقة أكتر من اللي أنت فيها وزنقة. زي ما قلت لك اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. وتفرح الليمين. ايوه عالحلوه. ايوه ارقص يا عمك علي. انا ساعت أحب عمري وعشق الحاجات. وساعت أحب عمري. يا سلام يا أختي، النبي فكرتيني بعلي. بكمي ما حصلنا لها ما يخرجونك بالسلامة يا رب. يا رب يا أختي.
انا هعمل شاي. خليك انت، انا هعمله لك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته، ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. هو الحاج قال لك عارفه يا بيت انت طلعتي جدعه. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، عدته في البيت ده بدل ما يخرج للقرديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش بنافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف منك. راشد بيخاف على زعل يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حاج. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكر ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بنت؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا شراري. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد قطع كده؟ عايزه فلوس. عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده. ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه. الو سيد الناس. يا عم اعمل عريس براحتي. قول لي. لا انا كارن شويه. حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث هنا عليا اليومين دول. والله. طب انا جاي لك دلوقتي، يلا سلام. انت نازل؟ يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين. ما تخليها في البطيء. قرأي يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. عزوم ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خدي الفلوس اللي انت عايزاها. بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضلي. الله. يا بسم الله ما شاء الله. ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه؟ الراجل اللي هشتغل معاه جه وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب. بفضل الله. انا نازله معاك. استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. روحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرايه يا راجل انت. هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريحلهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك. ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر. لا انا هنزل بقى. وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايحه الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذف كده من وشي. أعرف. نسيت الفلوس. خد خد.
عد ابو فتون على غنوة على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس عن نفسها شويه مع غنوة، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتضحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوة دي تشبه شارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجه دي برضه. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر انا هقول لها، انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحت راحت راحتك يا باشا. طب عينيا يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثه والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعه مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعده لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمها. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي ماشي يا بنت اللذينه. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احلى. وانا عايزه السيجاره دي يا اخوي. يا قلبي. مبسوطه في جوازك يا عسليه؟ الحمد لله يا بابا مبسوطه. أنا كنت داخلة على الجوازة دي مرعوبة. أصل جوزي ده كان شقي، بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال. الحمد لله. طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي. هو جوزك يعرف إنك بتيجي تزوريني هنا؟ الصراحة يابا لأ، أصل ممكن يزعل. طب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في التليفون. انا محدش يابا يقدر يمنعني عنك. تعرف يا ابو الحسن انا بحس ان انت اقرب واحد ليا في الدنيا، وعمري ما كنت اتمنى اب احسن منك. طب لو قلتلك يا بنتي ان اللي بيني وبينك خلاص ما بقالوش وجود، ربنا افتكره، تزعلي مني؟ صحيح يابا الحسن مات، بس أنا لسه بحبه. أنا عارفة اللي أنا بقوله ده ممكن يكون غلط وما يصحش عشان أنا اتجوزت،
بس هي دي الحقيقة، ومهما العمر طال بيا مش هنسى. والنبي يابا ما تحرمنا اجي اشم ريحته عندك عشان خاطري. بره زلطة وخلي عينك مفتحة. الفنجيلة يا معلم. الكلام اللي انت قلتهولي ده يا راشد اشتغالة، وصاحبك ده بس كان عايز يتظبط، علشان ده لو حصل كنت انا اول واحد عرفت. انا ليا هناك رجالة يا راشد. لا يا عمنا، الراجل اللي انا اعرفه كويس مش هيشتغلني يعني. بص يا راشد، حكومة عارفة كل حاجة عن كل الناس، امال اللعبة فين بقى؟ فين؟ في اللي شغل دماغه ويراعي اللي حواليه، كله بتمني. ايوه تصدق صح. طب خد يا معلم دول 15,000 كده، انا لا ليا ولا عليا، جاي ابيض. وانا بقى كنت مستني لما انت تخلص الدين اللي عليك. اشمعنى؟ عشان تبقى فايق ومرتاح والمكسب كله يبقى خلصان ليك. تشرب شاي؟ لا والله يا عم انا عندي 100 مشوار. طب خلي بالك من نفسك يا راجل. ربك بيسلم. وانا بسلم. جلا جلا سلام على راشد. سلام على راشد. حلوة دي قامت تاجي يا راشد يا عسل. يا ولي يا عم تبيس يا عم. طب اي حاجة جيد جدا. كوكو كوكو سيد الناس الفل عمنا. بالفجر يلا بينا يلا بينا. ايه يا باشا فيها يا باشا؟ اكتبوه ركبوا انت يا باشا. انا سليم معيش حاجه. انا مش حذرتك يا راشد، خلي الحلوه تنفعك. انت سلمت يا راشد يا باشا. انا معيش حاجه. انا سليم. اركب يا حلاتها.